ده السيد حبيبي واخويا وصديقي الغالي اللي بعتز بيه على مدار يمكن اكتر من 45 سنه مع بعض، من فتره الناشئين في النادي الاهلي لعبنا مع بعض كتير طبعا في قطاع الناشئين، وزملنا بعض طبعا في الفريق الاول في التمرينات في النادي الاهلي. لعيب كبير ونجم كبير وخد بطولات كبيره مع النادي الاهلي وكتيره مع النادي الاهلي. تزامنا مع بعض في الفريق الاول، وطبعا كنا مع بعض في السفريات والمعسكرات، ولنا ذكريات كتيره جدا جدا مع بعض. يقدر بقى ضيا هو اللي يحكيها للكابتن الكبير مصطفى عبده. ضيا كان من اللعيبه المريحه لاي مدير فني كان بيمسك النادي الاهلي، لان ضيا كان بيجيد اللعب في اكتر من مركز، كان بيلعب ليبرو وبيلعب باك رايت وبيلعب في نص الملعب في اي حته. الحقيقه كان مريح جدا لاي مدرب يستفيد منه، سواء بيلعب اساسي او موجود احتياطي لما بينزل طبعا في اي مركز من المراكز. بعتز جدا جدا بضيا وبصداقتنا باخوتنا. ضيا طبعا بعد ما بطل كوره اختار نفسه مجال التدريب، والحقيقه تدرج فيه من قطاع الناشئين برضه في النادي الاهلي، مسك طبعا فرق كبيره ومسك منتخب مصر في اكثر من مرحله مع مدربين كبار جدا جدا استفاد منهم كتير. وبعد كده طبعا له تجربه كبيره في كان مدير فني للاتحاد الاماراتي لفتره كبيره جدا جدا، اكتسب منها خبرات كبيره جدا. انا الحقيقه بستغرب يعني ازاي ضيا انت مش موجود يعني في الدوري المصري تمسك طبعا مؤهل انك تمسك اكبر فرق في مصر، فانا مستغرب الحقيقه ان انت يمكن كسلان في الحته دي بقى ولا ايه هي الموضوع. طبعا انت هتحكي لي كابتن مصطفى. كذلك انا يعني بستمتع بضيا الحقيقه في تحليلاته وكلامه المنطقي والعملي، وطول عمره بيتكلم بصراحه وبصراحه مطلقه، يعني يمكن دي اللي بتزعل بعض الناس منه، انما هو ده الصح اللي احنا مفتقدينه، الناس تطلع تتكلم بصراحه وتكشف الاخطاء وتتكلم عن المميزات. الحقيقه بيعجبني قوي اداؤه الفني وتحليله الفني طبعا للمباريات والاحوال في الوسط الكروي. اتمنى لك يا ضياء كل توفيق وكل نجاح، واشوفك في اكبر الانديه المصريه او الخارج مصر، اللي انت جدير بالكلام ده وربنا يوفقك. واتمنى اشوفك يعني قريب خلال الفتره اللي جايه، لان انا كل ما اكلمك بقى مش عارفين نقابل بعض، تقول لي هنتقابل وكده وما بنتقابلش، الدنيا واخداك واخداني. انما ان شاء الله باذن الله نلتقي في القريب العاجل، وتحياتي للكابتن الكبير الكابتن مصطفى عبده. حبيبي الكابتن مصطفى.